سميتو المندوب الصحفي الوحيد. يا سامع، وانا صراحه عجبتني هذه المندوب الصحفي حيت ما كانتش فيها لا لونغ دو بوا، يعني لغه الخشب. يعني كان فايدا ليولوجي صريح في مقاله، وقال بان راه ما عندناش مهاجم، وراه هذا المهاجم رقم 9، وهذا المهاجم رقم 9 يقدر يمشي يقلب عليه في اي بلاصه. وهذا واقع اللي خصنا نعرفوه، ان بهذا المستوى اللي كنلعبوا به في هذا الوقت هذه، راه ما غنقدروش نتاهلوا لكاس العالم الجايه. يعني ما خصناش نحلموا بزاف، كان قال لنا الحقيقه ديال الفريق اللي عندنا. لا، هذه القضيه الحقيقه يجوز على خاطرك، يجوز على خاطرك هذه القضيه الحقيقه. واش الواحد اللي تكون عارف هذه الحقيقه المره ديال الكره الوطنيه، ديال الكره المغربيه بصفه عامه، واش يقبل يجي يدرب المنتخب المغربي؟ قبل هو الشالنج ديالو، هو باش يهلنا هاد لي زوبجيكتيف اللي تعطاو لهم لا فيدراسيون. يهلنا بلا كوب دي موند بابي دونك. لا، واش ماشي البحث على مكان الاخفاق القبليه، يعني قبل ما واش واحد ما تيقلبش على السبه من دابا. اسامه، انا بالنسبه لي النقاش في هذا الوقت على الكره المغربيه والتاريخ المغربيه ما عنده حتى معنى اليوم، خصوصا بعد جوج مباريات عاديه جريتي. اسامه، حتى الا شفتي في وقت ديال غنى راه كان عندنا نفس المشكل، غير غنى ما كانش كيحكي على هذا المشكل. وعنده الحق ما يحكيش. غنى منين قلنا من بعد راني اهلتكم بعد 13 عام الكاس الافريقي، اهلتكم دو فوا الدوزيام تور، اهلتكم لا كوب دي موند ابخي 20 عام، ما عندناش الحال. او موان قال حتى دار هذا الشيء. دابا واحد دار دو ماتش اميكو مازال ما بدينا كاع، ودابا تيقولنا الكره المغربيه ما مزيانه، جات كازا مزيانه، شو ما فيهاش التكوين، ما فيهاش اللاعبين الكافيين، ما جيتي كاع. ولكن راه جا على حساب الشالونج والبروبوزيسيون ديال الجامعه. من بعد الواحد ما خصوش يكذب على راسه ويقول ان عندنا احسن فريق في افريقيا ولا احسن. احنا لا نقول هذا الشيء، احنا كعندنا فرقه من الخمسه احسن فريق افريقيا هذه عام، ماشي بعيده. تأهلنا لكأس العالم كنا من لي 5 ميور. نعطيك 5 الفروق اللي حسن في المغرب. لا، هذه هضره. اما المغرب كلاسي لا في كلاس من فيفا لا لا كوب دي موند، لي 5 انا اون تي 5 ميور. تسمى سميتو المغرب زعما اليوم بالنسبه للمستوى اللي كان عنده في الكاس العالم راه هبط، حيت مشاو لنا دي زيليمون مزيان. دونك خصنا نعاودو نبنيو بهذا الشيء اللي كاين دابا. وفعلا عنده الحق ان عندنا مشكل في الهجوم، و كنظن ان لا انا ما عندي مشكل هبط ولا ما هبطش. داكشي عجبناك باش طلعونا سي واحد باش